دول اللي بيجي بيقول لك الامام بيخلق والامام بيرزق، لا احسن شيء طالع شيخ بيقول له والله حابب زور ما بعرف مين عند عن الامام الصادق عليه السلام، بينسبوا الكذب للامي كمان، حاب يزور امه ما بعرف وين، هي بالكوفه وبالمدينه، قال له ام، قال له زور، بس شو قال له اكا صار بي، وصل على الكوفه صار كن، ما هي حرفين كن، بلش بالكو طلعت شو النون وين صار هونيك، انه شو الله يعني الامام الصادق عليه السلام، ولك والله مسختونا، لك والله خربتوا شيء اسمه تشيع، والله العظيم صار التشيع مسخرة شباب من اخواننا السنة، وانا بقول معهم حق، انا عم شوفهم على وسائل التواصل، هذا اللي بيقول لك انا تعالي اليوم جايب لك شيخ من سوق الجمعة، وببلش يجيب لك هاي المشايخ من هذا القبيل، هذاك اللي بيجي بيطلع له بيقول لك مريم عليها السلام تتمنى أن تكون تقدم شاي للشيعي والصالحين والصحابة والتابعين والملائكة وكل شيء عدا النبي ووصي النبي، ماكو أفضل من الشيعي. مريم وين سلام الله عليها؟ مريم تحلم أن تكون شيعية، تحلم حلم، انتبه، مريم أم عيسى عليه السلام تحلم أن تكون شيعية، تتشرف أن تكون شيعية. مريم تتشرف أن توزع شاي للشيعة، هذه مريم سلام الله عليها تتمنى، أو مو مريم قديسة ذكرها الله في القرآن وفضلها على النساء واجتباها مرتين، مرتين تجي انت منو انت لانك شايف لك شيء حديث كذب هون او هون، بتجي بتقول انه مريم عليها السلام تتمنى تكون خادمة عند واحد شيعي لانه الشيعي هو افضل من مريم وافضل مين يعني، بمجرد يعني شو بتفرق انت عن اليهودي اللي بيقول انا ابن الله، نحن ابناء شعب الله المختار، شو بتفرق انت كشيعي اذا كنت تؤمن بهذه القضايا، انت صرت ألعن من اليهودي، اليهودي اللي يقول نحن شعب الله وأحباؤه وأوداؤه وأولياؤه، انت الشيعي نفس الشيء عم تقول، وده مو صحيح، مسختونا. شوف المسيحيين، هذيك اليوم عم يبعث لي واحد من الصحفيين المسيحيين صديقنا عم يبعث لي مقطع لهذا الشيخ عن مريم، عاد شو بدي اقول له؟ يلا تعال قل لي الآن وين احنا عندنا قدس يوم القدس العالمي؟ هذه باي كوليه موجوده؟ هذه شنو قيمه القدس عندي لك؟ ما تسوى قيمه ما لها، لكن عالي الشيعي افضل من القدس. ان عالي الشيعي انا اروح اموت لي شيعي على مود القدس؟ هو شنو القدس؟ مريم تعبدت في القدس، شو اسوي بمريم؟ مريم بعبادتها وسوره نزلت بها توزع شايات في مجالس اصحاب المعصومين، هم مو بعد المعصومين، أصحاب المعصومين من يقعدون، مريم سلام الله عليها أم عيسى تيجي توزع شايات، هاي شغلتها مريم، هاي القدس. بناية ناصبية، طوابيق ناصبية، صلوات ناصبية، إحنا شنو علاقتنا بالقدس يوم القدس العالمي؟ شو بدي أقول له؟ بدي أقول له عندنا مشيخ بتكذب؟ بدي أقول له عندنا مشيخ بتشوف حديث من دون ما تفكر بتقوم بتصير تحكي بهذا الحديث؟ شو بدي أقول له؟ خربوا التشيع أيما تخريب من وراء هاي المقولات والخزعبلات اللي جاي يطلعوا بها على الفضائيات وعلى الكذا وعلى الكذا، مع الأسف الشديد.